نشر الوعي الصحي وقضايا السكانية. كان في المرة اللي فاتت كان المحافظ قال إن يا ريت الملصقات تتبادل ما بين شامبو الرياضة والصحة للتوعية. شامبو الرياضة فين؟ الدكتور اللي جاي. أستاذ. بالتالي أنتوا عملتوا الملصقات تمت إن بالنسبة للحماية، الحماية دي وسائل حولتها سيدات، حولت كل وسيلة بمعامل معين، حولتها لسيدة اتحمت من خطر حمل غير مرغوب فيه. كان 23523 سيدة محمية بلغت نسبة التطهر 46.2% بمعدل طبعا إيجابي. يرجع هذا الارتفاع في عدد سنوات الحماية وخاصة بوريد الصحة نظرا لوجود حملة أيامك أحلى خلال هذا الربع. أيامنا. والله